وقعت انتخابات في أوروبا، اليمين في الاتحاد. خليني ساعة نفسر لك منين أنا نستمد هذه التأويلات. أنت تحكي مرجعية تاريخية، كلك تحكي بالتاريخ. أنت بالتاريخ أولا نحكي بالتاريخ، لكن ثانيا هناك علاقة بين المنطق وبين منهجية الاكتشاف. الأوريستيك تسمى، الأوريستيك هي المنطق مقلوب، المنطق يمشي من المقدمة إلى النتيجة. نعم، الأوريستيك تمشي من النتيجة إلى المقدمة، العكس تعكس. يعني أنا إذا كان نحب نعرف مش يقع في المستقبل، النتيجة ما نعرفهاش، لكن نعرف المقدمة. نرجع للمقدمة، شنو اللي توا قاعد يقع باش يؤدي للشيء اللي أنا نتوقعه؟ طبعا توقعي ما هوش وحي وما هوش صحيح 100%، لكن هو توقع الأرجح. توقع الأرجح نجم نطبقوه الآن على فرنسا. ما أنت سألتني على فرنسا. النتيجة شنية؟ أنه ماكرون لعب لعبة، ما هكا ولا لا؟ في باله باش يربح، يا أخي خسر، هو خسر لكن في نفس الوقت حزب ربح، هو خسر لكن الوسط تربح. ينجم الآن ماكرون يعمل حكومة من غير الطرفين، من غير اليسار ومن غير اليمين، من الوسط، من الأحزاب. يعني هو مع مجموعة الأحزاب الديمقراطية في فرنسا، يعني اليمينية الديمقراطية مش اليمينية الفاشية، واليمينية الديمقراطية اليسارية الديمقراطية مش الفاشية، يعني ينحي ميلونشون وينحي مارين لوبين ويحكم على البقية. لكن باش يحكم حكم ضعيف، نجم الحكومة تطيح عليه، خاطر نجم ميلونشون واليمين يسقطوا الحكومة إذا كان في الميزانية ما يوافقوش عليها. نعم، تسقط الحكومة. اش ينتج عليه؟ هو ما عادش ينجم يحل البرلمان مدة عام كامل، دونك ما عاد ينجم يعمل حد شيء، ما عاد ينجم يعمل حد شيء. ما دام ما عاد ينجم يعمل حد شيء، بقالوا حل واحد يستقي. انتخابات رئاسية سابقة لوان، انتخابات رئاسية سابقة لوان. أخي الساعة فرنسا إما باش يحكمها اليمين أو باش يحكمها اليسار، يعني إما باش ينجح ميلونشون ولا مارين لوبين. ولذلك كلهم يعتبروا روحهم رابحين، الثلاثة يعتبروا روحهم رابحين، اليمين والوسط واليسار، كلهم يعتبروا روحهم رابحين. وشنو دلالات ربما انهزام اليمين الشعبوي، هذا اليمين المتطرف، على الوضع في تونس؟ لأن يعني الوضع في تونس نظام شعبوي يتحالف موضوعيا مع كل الأنظمة الشعبوية والمتطرف. نحن ما عندناش نظام شعبوي، عندنا نظام قيس سعيد ونظام شعبوي في الأخير. هذه الغلطة، قيس سعيد ما معاهش الشعب. نعم، قيس سعيد ما معاهش الشعب. لو كان معاه الشعب ما يجيبش خمسة في كذا وسبعة في كذا وثمانية في كذا في كل طقم. لا، الشعبوية في مستوى الخطاب مش في لا مستوى. حتى في الخطاب، لأنه لو كان الخطاب نتاعه شعبوي راه جاب معاه الشعب كما عمل القذافي. خطابه مو شعبوي، لأنه شعبوي ايش معناه؟ معناه لازم يكون عنده ثروة القذافي ويشري الناس، يجيب لهم السكر ويجيب لهم التاي ويجيب لهم الخبز ويجيب لهم اللي يحب. فهو ما عندوش الإمكانيات، إذا ما ينجمش يكون خطابه شعبوي، خطابه ديني باطني، ما هو شعبوي، ديني باطني. يعني كيف ندروش النخبة ونشتري النخبة اللي ما هوش درويش؟ النخبة الدرويشية مضمونة، مضمون، والأخرى بالفلوس. وهذا ايش قاعد يقع؟ الغلطة أنهم تصوروا أنه يحكم بالشعب، ما هوش يحكم بالشعب. طيب، في بريطانيا أيضا صعد حزب العمال وأحدث زلزالا في بريطانيا، رغم أنه اليمين انتصر في الانتخابات الاتحاد، لكن ما انتصرش شعبيا لأنه جاب 30% اليمين، اليسار جاب 33% وحصل على الأغلبية، وحصل على أغلبية ساحقة على خاطر نظام الانتخابات في إنجلترا يسمح بذلك. يسمح بذلك لأنه دورة واحدة مش دورتين. لو وقعت الدورة ثانية ربطحوا برشا من اليسار. نعم، ربطحوا برشا من اليسار. هذا حاجة ثانية، إنجلترا ما عادش عندها سياسة خاصة به، تابع لأمريكا في كل الحالات، في كل شيء. نعم، في كل شيء ما عادش، يعني ما تنتظرش تغير السياسة الخارجية البريطانية لا في الكلام كلهم غيروا، حتى أمريكا غيرت في الكلام، حتى أمريكا غير الناس الكل، حتى إنسان يرى العباد قاعدة تتقتل كالجراد كالجراد بوسائل بدائية، يعني جو ما مش لازم تقنبل عليه.
اللي قتلته بالتقنبيل قتلته بالتقنبيل، واللي ما قتلتوش بالتقنبيل باش يموت اما بالمرض او بالجوع او بكذا. ومع ذلك ما نجموا يعملوا حد شيء. عليه هاك نجموا يقولوا بالكلام. انت بمنك دخلت حرب من هذا النوع لازم تقرا حساب هذا النوع، هذه المعطيات. قلت لك انا التغير اللي قاعد يقع في الراي العام الغربي عنده مفعول ربما في الانتخابات الجايه في المستقبل. الان ما عنده حتى مفعول عليه، خاطر اللي تو في الحكم يحب يبقى في الحكم. دونك ينجم يرضي الكبار في العمر، يعني اللي ما ان شاء الله يخلى العالم الكل، المهم يبقى. انت شوف المستشارين كلهم تاع بايدن شكون؟ كلهم مسيحيين، كلهم اسرائيل ياهو. المستشارين نتاع ترامب كلهم كيف كيف. ايش معني؟ معناه اللوبي اليهودي يتحكم في القرار الامريكي، مش الامريكي فقط، الغربي الكل، الغربي الكل. طيب مع صعود اليمين شنو ربما يعني كيف يمكن ان تستفيد اسرائيل من صعود اليمين في الاتحاد الاوروبي مثلا؟ لا ما هو ما صعدش في الاتحاد الاوروبي، تو هاني قلت لك في فرنسا ما صعدش. اما فرصة عام 27 عام 27 الانتخابات الجاية متوفرة لليمين ومتوفرة لليسار. اذا القضية كلها هي في سياسة اليمين واليسار، فالمدة هذه اللي منجمش لاخر يحل البرلمان، رئيس الدولة منجمش يحل البرلمان مدة عام. فهالعام هذا كل واحد منهم باش يخدم ل 2027 كل واحد منهم. انا كنت اتذكر قلت لك اذا كان ما وصلناش عندنا نخب تخدم للبعيد ما تنجمش تربح في القريب، ضح حتى تقع ديما تقع على راسك حاجات. نعم.